نوع آخر احتضنت قاعة المحاضرات بفندق الجنوب يوما تكوينيا موجها لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والشباب الجامعي، وهذا بمشاركة خبراء من ألمانيا والجزائر في إطار التنشيط وتفعيل المقاولاتية، أين سجلت الجزائر ارتفاعا في عدد شركات المقاولاتية وصلت ل 28 مؤسسة لكل 1000 نسمة. ميكروفون عاصم بخاري. هذا الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات في وهو يتصادف مع الأسبوع العالمي للمقاولاتية تحت شعار الابتكار في خدمة نشاطات المقاولاتية. هذا اليوم الدراسي يأتي لتنوير المقاولين على مستوى المحلي، أولا في تبادل الخبرات وفي المحافظة على نشاطاتهم وديمومة مؤسساتهم من أجل تدعيم الاقتصاد الوطني. هو الدولي للمقاولاتية الهدف تاعه هو أنه يساهم في بناء مناخ مقاولاتي صحيح، يعني يكون بويسون اللي يسمح للمؤسسات باش ينشئوا ويتطوروا. ندرج في إطار الاحتفال بالأسبوع الدولي للمقاولاتية المصادف للفترة الممتدة من 8 إلى 14 من شهر نوفمبر، وهي طبعة متكررة كل سنة. الجزائر فيما مضى قد نظمت هذه الطبعة وقد حصلت على مراتب دولية جد مشرفة من خلال افتكاكها لجوائز محفزة.